نموذج سبايدر هذا هو أحدث منتج في سلسلة بوكستر، وسبايدر هو تقليدياً تتويج لكل سلسلة، وبورش بوكستر سبايدر يعكس هذه المواصفات، لأنه يعكس أيضاً جوهر علامة بورش التجارية وبطبيعة الحال صفوة خصائص السيارة الرياضية. تحقيقاً لهذه الغاية، تم تصميم السيارة الأخف والأكثر قوة في سلسلة بوكستر لتوفر ديناميكية في القيادة. السيارة ذات المقعدين مزورة بعلبة تروس من 6 سرعات بناقل يدوي. الاستغناء عن إضافات الطرف أنقصت الوزن، وهذه الخفة بالتحديد يمكن ملاحظتها في حركة سبايدر السلسة. في سيارة بورش بوكستر سبايدر أيضاً يجلس السائق على مستوى منخفض، ولهذا فائدة كبيرة، وهي وضع وزن السائق في أكثر مكان منخفض. لكن من مساوئ هذا أنه حين ينظر المرء للخلف لا يرى شيئاً تقريباً، وتصميم الخلفية الجديد وغطاء حيز الأمتعة يساهم في هذا، وكذلك الارتفاعين في الخلف يعيقان الرؤية كثيراً. المحرك ذو سعة 3.8 لتر هو من كاريرا اس، وقوته 375 حصانا، يصل لسرعة 100 كيلومتر خلال 4 ثوان ونصف. الاستهلاك المزدوج للطاقة يصل إلى 9.9 لتر لكل 100 كيلومتر. وفي النمط الرياضي سبورت بلس تستهلك السيارة تلقائيا المزيد من الوقود. وبسبب التسارع بوقت قصير يعدل المحرك عدد دوراته حسب السرعة الجديدة، مما يسهل عمل ناقل السرعة. وبالرغم من روعة بورش بوكستر سبايدر، فطي غطاء السقف يتطلب إطفاء المحرك للأسف. أولاً يجب فك الغطاء من الجانبين بهاتين الفتحتين. ثم فتح حيز الأمتعة. ووضع الغطاء. ثم أغلاقه. وأغلاق الفتحتين الجانبيتين. سيارة سبايدر أطول بسنتيمتر واحد وأعرض بإحدى 10 ملم من سيارة بوكستر جي تي اس، لكن أجمل ما فيها هو الحلبتان الجانبيتان والتي تسمى بستريم لاينر. وبسبب نقاء التصميم لا يتوفر المكيف والمذياع في سبايدر إلا بعد الطلب، لكن المقاعد الرياضية المريحة موجودة في كل السيارات وتوفر الراحة. من يعتاد على قيادة بورش بوكستر سبايدر سيستمتع بالمحرك القوي بسعة 3.8 لتر، ويمكن البدء بهذا بعد فتح هذا الغطاء ليبدأ المحرك بالهدير. Und dann geht die Symphonie los. وزن سبايدر لا يتعدى 1300 كيلوغرام، وهي أخف ب11 كيلوغراما من البوكستر ذات الغطاء المتحرك أوتوماتيكيا، وذلك بغطائها الخفيف وبالواجهة الأمامية المصنوعة من البلاستيك وبغطاء حيز الأمتعة المصنوع من الألومنيوم. أقصى عزم لدوران المحرك يصل إلى 450 نيوتن متر، أي أكثر ب 50 نيوتن متر من بوكستر جي تي اس. صندوق التروس يجعل القيادة على المنعطفات أكثر ثباتاً، وكذلك المكابح المثبتة على الاستدارات الداخلية للعجلات الخلفية ترفع من دقة التوجيه. من يقود بورش بوكستر سبايدر عليه أن يتأكد من أنه أوصل رسالة بأنه يراعي الموضة، وعليه ألا يقلق إذا ما تلاعبت الرياح بشعره أو إذا ما أفسدت القبعة تسريحته. في الخلف سعة حيز الأمتعة 130 لتراً، وهذا ليس بالكثير، لكن يمكن زيادته في المقدمة، مما يكفي للذهاب برحلة عطلة نهاية أسبوع مع أصدقائك. لولا استهلاك الوقود العالي والذي يصل معدله ل 9.9 لتر، مما يرفع انبعاث ثاني أكسيد الكربون ل 230 جراما بالكيلومتر، وهذا يجعلك تفكر بترك السيارة والاكتفاء بالنظر إليها.